داعش كما نعلم هو يعني عدو مخفي الآن بعد أن كان ظاهر في السنوات السابقة، يعني من عام 2014 حتى عام 2017 كان ظاهرا باعتبار أنه هو موجود على الأرض وكان يقاتل وكان يواجه القوات الأمنية والقوات العسكرية في تلك المناطق. الآن داعش تخدمه الجغرافيا، تخدمه بعض القرارات الأمنية الخاطئة، تخدمه بعض السياسات التي تنتهجها الحكومة، هذا كله يؤدي إلى ظهور داعش في هذه المناطق. نعم هو مخفي ولكن يستطيع القيام ببعض العمليات في داخل العمق أو داخل عمق المحافظات من خلال القيام بعمليات إجهاضية وعمليات انتحارية في هذه المناطق. وباعتقادي أنه هنالك يعني الكثير من العوامل والمتغيرات التي تخدم داعش في بعض المناطق، فله خلايا نائمة، هذه الخلايا النائمة ممكن أن تتحرك وفقا يعني قضايا أو قرارات تخضع لقيادات داعش في تلك المناطق. أعتقد يعني صلاح الدين الأنبار نينوى، يعني أكثر المناطق باعتبار أنه هي ملاصقة للصحراء وفيها عمق صحراوي كبير، بالإضافة إلى تضاريس يعني تخدم هذه يعني تخدم داعش. يعني هنالك يعني حدود مفتوحة مع سوريا، هذه الحدود يعني تقدر بحدود أكثر من 400 كيلومتر، يعني هذه الحدود فيها الكثير من يعني التي المتغيرات أو الدوافع التي تعطي داعش التحرك في هذه المناطق بحرية. شكرا.